السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي دكتور محمد، أستاذ دكتور محمد إمام عبد المبدي، أستاذ في كلية صيدلة جامعة بني سويف. أنا أشكر بس اللجنة المنظمة للمؤتمر على دعوتها الكريمة ليا، وأتمنى إنها تعجبكم البرزنتيشن بتاعتي. البرزنتيشن بتتكلم عن بني سويف University Clinical Pharmacy Department Running بروجكت. الفكرة فكرة ايه؟ فكرة ان احنا يعني ديبارتمنت اتأسست 2009. من 2009 لحد دلوقتي عمالين نبني في نفسنا. بمعنى ايه بنبني في نفسنا؟ احنا زي ما قلنا اتأسسنا 2009، المين اريا اوف اكسبرتيز بتاعتنا كلينيكال فارماسي وايروسول ميديسن. التوتال بابليكيشن من 2009 لحد دلوقتي فوق ال 200، الانترناشونال كونفرنس مش فوق ال 80 كونفرنس. عندنا 20 كتاب وخمس شباتر، وفي السادس دلوقتي، وفي كمان كتاب تاني بنشتغل فيه. لاست يير السنة اللي فاتت انا was listed in the best 2% of pharmacists of scientists in the world. وبصراحة كده expecting ان مور من القسم بتاعنا هيخش في الموضوع ده ان شاء الله السنة اللي جاية واللي بعدها. ال main running project في الوقت الحالي aerosol delivery in critically ill patient human error in pressurized methyl dose inhaler inhalation technique error factor affecting aerosol delivery from dry powder inhaler COVID-19 project وميتا analysis و systemic review books. بالنسبة للأيروسول delivery، لو بصينا على ال spontaneously breathing patient، ال patient الطبيعي لما بياخد ال inhalation بياخد MDI، بياخد dry powder inhaler، بياخد nebulizer، وممكن ياخد injection أو oral dose. المشكلة إن في guideline لكل واحد من دول وازاي يستخدمها البيشنت الطبيعي. بس البنتليتد بيشنت اللي هو مرضى تنفس صناعي، لما نحط لهم ايروسول عليهم هيبقى مفيش جايد لاين ولا اي حاجه خالص. نوادي في الوقت الحالي الناس كل اللي بتفكر فيه انها تحط النيبولايزر او الميثل دوز انهيلر مع الادابتر بتاعهم جوه البنتليشن سيركت في اي مكان، واسيومين ايكويفالنت والدوز هتوصل للبيشنت وخلاص وخلصنا، مفيش اي تفكير في الموضوع ده. طيب في 2010 فكرنا في الموضوع دوت وقلنا نقارن ايه جيت نوبلايزر مع فايبريتنج ماس نوبلايزر في السيتنج بتاع الفنتيليشن. لقينا ان الدوز اللي ديليفرد باي الفايبريتنج ماس نوبلايزر اللي هي 2 مللي جرام ايكوفالنت ل 5 مللي جرام خمس انا اسف 2 مللي لتر ديليفرد باي الفايبريتنج ماس نوبلايزر ايكوفالنت ل 5 مللي لتر delivered by الجيت نوبلايزر، فكده مش ايكوال، كده ديفرنت توتالي. ده في الان فيترو ستادي. عملنا اكستنشن للشغل دوت ودخلناه كمان ان فيفو على هيومن، وقسنا اللونج ديليفري وكمان السيستميك ديليفري. لقينا برضو ان الدوز ديليفر باي فايبريتنج ماس نوبلايزر حوالي مرتين ونص الدوز ديليفر باي الجيت نوبلايزر. يبقى في مشكله عندنا دلوقتي، يعني مفيش حاجه اسمها ايكوفالنت. يبقى معنى كده فبدانا نقارن كل النوبلايزر ببعضهم، نشرنا كذا بيبر على الموضوع ده هوت جوه الفنتيليشن سيركت، وبعدين نقارن كل سبيسر ميتر دوز مع الديفرنت سبيسر مع بعضهم، وبرده نشرنا كذا بيبر على الموضوع، وقارنا كمان الميتر دوز انهيلر مع الادابتر في الفنتيليشن سيركت مع الديفرنت نوبلايزر، وعملنا ادجستمنت للدوز. بس المشكله دلوقتي واجهتنا ايه؟ ان في ضبطنا الدوز، بس لقينا كمان في اذر ذان ايروسول جنريتور an add-on device there are another factors affecting the delivery the patient interface الماسك بتاعه شكله ايه the patient related factor lung disease بتاعه شكله ايه او الديزيز بتاعه شكله ايه والventilation بتاعه شكله ايه الventilation related factor وكمان circuit related factor single limb dual limb او نوع مختلف من انواع الليمب. كل ده بيأثر على الليمب. So what are the guidelines for these patients? ايه الجايدلاين بتاع الناس دي؟ مفيش. احنا بنحط البيشنت ده at risk of delivering a dose وخلاص والسلام عليكم وعليكم السلام. So من 2014 13 بالظبط بدأنا نفكر to يعني to point out ال weak point بتاع ال delivery أو الرسول delivery والventilated patient من غير تفكير، اللي هو حط الجهاز وسلام عليكم ودي للبيشنت الدوز وخلاص. قلنا نبين للناس الديفرنت والمشاكل اللي في الموضوع. فبدأنا نطلع في 2011 او 2012 بدأنا نعرف الناس المكان الصحيح لوضع الايروسول جنريتور. فمثلا في الدي والليمب يتحط في الانهيليشن بالاسبيراتوري ليمب، وفي السنجل ليمب بيتحط جنب البيشن على طول بعد الاكسبيراتوري بند.
وبعدين كمان بدأنا نقول كان في مش في مش كان في ترند موجود ان اي نوبلايز دوز عشان توصلها اعلى وتوصل كمية اكبر منها بتحط تعملها دايليوشن بسالاين او بمية. قارنا ما بين الفايبريتنج ماس نوبلايزر والجات نوبلايزر وكمان الالتراسونيك نوبلايزر، لقينا ان بعض الاجهزه مش محتاج تعمل الداليوشن دوت زي الفايبريتنج ماس نوبلايزر مثلا، الدوز ديليفرد كلها او معظمها للبيشنت. ده حتى كمان الداليوشن بيزود التايم بتاع الدليفري فبيأثر على البيشنت كمان، ملوش اي 30 لازمه في الموضوع. بدأنا نفكر كمان في حاجات ايه، يعني في ديفايس زي الكومبي هيلر والمينيمال، دول الاونر بتاع البروديوسر بتاع الديفايس بيسيوم ايه، ان لو اديت البيشنت بتاعي 2 متر دوز انهيلر برونكو دايليتور زي السالبيتامول قبل ما اديله النوبلايز دوز، اللون كاليبر بتاعه هيوسع وهيتحسن، فممكن تديله النوبلايز دوز والدليفري بتاعه هيبقى احسن. فقلنا شكينا في الموضوع فقارنا بالموضوع ده هو في الديوال لمب والسنجل لمب، لقينا صح في الديوال لمب لكن غلط تماما او ملوش اي 30 لازمه في السنجل لمب. وده من الحاجات اللي بيناها برضو. اقوى حاجه بيناها قوي كانت الافكت الهوميديفاير. الترند كان بيقول ايه، او موست اوف ذا ساينتست بيقولوا ان الصح ان انا تو تيرن اوف ذا هوميديفاير اللي موجود في الفنتريشن سيركت اللي هو موجود هنا اهوت في الرسمه هنا اهوت، الهوميديفاير اللي موجود ده اهوت في السيركت فوق، بتيرن ات اوف وبعدين تيرن ات اون بعد ما اخلص الدليفري. طيب دلوقتي التيرنينج اوف ده فايدته ايه؟ فايدته انه بيقولوا ان ده بيخلي البارتكل تبقى صغيره اللي خارجه من نوبلايز دوز وتوصل للنج بتاع البيشنت بسهوله. طيب احنا ما اقتنعناش بصراحه بالحكايه دي هي. ليه؟ فقلنا نلعب شويه في الحته دي. طيب عملنا ايه؟ وكمان كان الريسك عندنا ايه؟ ان لو الفيزيشن نسي اساسا تو تيرن ات اون يبقى كده بيعرض اللنج بتاع البيشنت تو دراي جاز لفتره اطول من الفتره طويله. فقلنا نجرب نشوف الايفكت بتاع الموضوع دوت. فقلنا with humidification without humidification ما فرقش خالص، الدنيا بيس في الان فيترو. طب قلنا نجربها مع اوتو كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو او تي سي باب، لقينا برده مفيش فرق، اتنين زي بعض. قلنا نجرب على النون انفيسيف سنجل لمب باي باب، لقينا كله زي بعضه ما فرقتش برضه، الهيوميديفيكيشن اون اوف ما فرقتش. قلنا طب نجرب الانفيسيف دي واللمب فنتليشن سيركت، ستيل نوثينج ذا سيم، ستيل نو سيجنيفيكانت ديفرنت واز فاوند بتوين الدليفري ايرسول ان هيوميد اور دراي سيركت. وي ايفن فاوند نو سيجنيفيكانت افكت اون سويتشينج اوف اون هون ذا هيوميديفاير اون ذا كلينيكال ستاتس اوف ذا فنتليتد بيشنت. يعني حاجات كتير قوي لقيناها هنا موجوده. سو واي وي بوت ذا بيشنت ات ريسك اوف ريسيفينج دراي جاز while delivering aerosol which might harm his lung. بيساعد حاجة تانية كمان لقيناها بعد ما خلصنا، ان في study اتعملت لقت ان ايه، ان ال patient بعد ما تعمل له turning off لل humidifier ال humidification بتبقى موجودة جوه السيركت لمدة تلت ساعة، بلس ان ال patient نفسه بيطلع humid gas بالتنفس بتاعه لان في مية خارجة في ال expiration. فده يدل على ان موضوع ال turning off ملوش اي 30 لازمة. طيب another patient we played with او بدأنا يعني او من البايونير في الموضوع بتاعه الأيروسول ديليفري عن طريق الهاي فلو نيزل كانيولا. النيزل كانيولا اللي هو بتوصل اكسجين كتير للبيشنت بتاعي عن طريق المناخير، قلنا ما نستخدمها في الأيروسول ديليفري. ونعتبر تقريبا اول او تاني ناس بدأنا في الموضوع ده وبدأنا نلعب فيه ونشتغل فيه كمان. طيب الموضوع اساسا ريسنتلي بادئ، احنا تاني او تالت ناس بدأنا في الموضوع، بس في مشكلة لسه، موضوع arguing لسه في possibility how to improve both the patient comfort and compliance by delivering عن طريق المناخير. لان انا دلوقتي ما بطلبش من البيشنت ان يحط حاجة في بقه او يتنفس بطريقة معينة، لان بقول له تنفس من مناخيرك عادي والايروسول هيخش من مناخيرك. الموضوع still في question combining الاتنين مع بعض، بس مع الستادي اللي عملناها كتير قوي في الموضوع دوت لقينا ان الدليفري بيزيد بتقليل الفلو بتاع الاكسجين وكمان تزويد السايز بتاع الكانيولا. كل ما السايز بتاع الكانيولا يزيد وكل ما الايروسول فلو الاكسجين فلو يقل، الايروسول ديليفري بيزيد للبيشنت بتاعي. طيب عملنا ايه فاليديشن للكلام بتاعنا ازاي؟ جبنا سي او بي تي بيشنت وعملنا فلو للاكسجين 5 و10 و20 لتر، وجدنا ان فعلا احسن ديليفري بيحصل عند الفلو 5،
وكمان اقترحنا احسن مكان للايروسول الجنريتر ديفايس بيتحط بيفور الهيميديفاير عشان اللارج بارتيكل اللي ممكن ما تخشش في المناخير بتاع البيشنت او تدلق في مناخيره وهو بيتنفس، قلنا تنزل في الهيميديفاير بحيث ان البارتيكل الصغيره بس اللي هو البيشنت يعرف يتنفسها هي اللي تخش عند اللنج بتاعه. بلس حاجة تانية كمان قلنا نلعب بقى، قلنا غيرنا النيزل كانيولا بماوس بيس وبماسك، لقينا الدليفري بتاع 3-1 تقريبا ما فرقش، فقلنا كده معنى كده ان الدليفري عن طريق المناخير افكتيف للبيشنت بتاعي وكمان بليفر مور كومفورت لان البيشنت بتاعي قاعد ما بيعملش حاجة معينة عشان ياخد الدليفري بتاعي. قارنا كل الديفايسز دي بتاع بعضها، ميتر دوز انهيلر فايبريتنج ماس نوبلايزر كومبي هيلر مع الميتر ام دي اي دوز ام دي اي وذ ديفرنت سبيسر، لقينا ان الدليفري عن طريق الكومبي هيلر وعن طريق فايبريتنج ماس نوبلايزر والجيت نوبلايزر فيري افكتيف، لكن عن طريق ام دي اي وذ ادابتر از نيجليجبل ونوت يوزبل مع البيشنت عن طريق النيزل كانيولا، مع انه كان كويس جدا مع الفنتليتد بيشنت لكن هنا ان افكتيف ات اول. طيب الحاجة التانية إجمالا من الكلام ده لقينا إيه؟ إن السمري بتاعنا بيقول إيه؟ إن inhaled drug administration to critically ill patient during mechanical ventilation or high flow nasal cannula is of benefit. ماشي؟ comparing to taking the patient off the ventilator and delivering during spontaneous unassisted breathing. طيب المشكلة لحد دلوقتي إيه؟ مفيش جايد لاين، بس مع الشغل اللي عملناه من حوالي 2014 لحد السنة اللي فاتت بدأ الجايد لاين to be optimized ويبدأ يشتغل كمان بعد الكتاب اللي عملناه، الحمد لله بدأ يبقى فيه progress في الموضوع واحنا included كمان في الجايدلاين دهيت ولينا رأي فيه الحمد والشكر لله. تاني لاين شغالين فيه عندنا في الكلية او في القسم بتاعنا human error in pressurized meter dose inhaler inhalation technique. ايه ده عبارة عن ايه؟ في زمان 2010 او 2009 كنا عاملين study عن medication error او 2010 تقريبا، لقينا patient بياخد السبوزيتوري اورال، لقينا patient بياخد اللارج سوفت جيلاتين كبسول زي الهيماتون والحاجات دهيت ريكتال وبيحصل بيها انتوا عارفين بلاوي كتير، لقينا نون كومبلاين patient، لقينا ايرور ديو تو بولي فارماسي، بس الايرور اللي كانت كتيره قوي عباره عن ايرور من الانهيليشن تكنيك لدرجه ان بعض البيشنت كان بيرش الايروسول حوالين مناخيره او حوالين على وشه زي السبراي كده اهوت، وشفنا حاجات غريبه يعني، فقلنا طب ما نلعب في الموضوع ده. So we decided to study the human error the MDI مع كمان 9 different dry powder inhaler and repeating verbal counting. كنا بنجيب ال patient نشوف ال mistake بتاعته ونعمل له counting ونعرفه الطريقة المظبوطة، ونشوفه بعد شهر نعمل معاه نفس الموضوع نشوف ال mistake بتاعته ونعرفه الطريقة الصح، ونشوفه بعد شهر كمان ونشوف ال repeating counting ده effective معاه ولا لا في ال dry powder inhaler وال meter dose inhaler. لقينا ان كله بيتحسن ما عدا خطوه كانت مؤلمه بالنسبه لنا قوي maintaining a proper inhalation until the lung is full، اللي هو ايه بعد الاكسهاليشن بتاعك inhale slowly مع ال MDI to the lung is full and inhale fast مع ال dry powder inhaler to the lung is full، كان بيحصل فيها variation كتير. فقلنا طب ما ندخل الابلكيشن او التريننج ديفايس اللي موجود عندنا زي سمارت فون ابلكيشن مع التريننج ديفايس، عباره عن ديفايس صغير كده بيتحط على ال MDI او على الماوس بتاع ال MDI بيطلع صوت detected by mobile app موجود في الموبايلات وموجود في البلاي ستور موجود عندنا. لقينا الايفكت بتاع الموضوع دوت على كل الستيب especially maintaining proper inhalation until the lung is full very effective الامبروفنج very واضحة جدا وسريعة جدا. السمري التريننج ديفايس اللي احنا لقيناها مع السمارت فون ابلكيشن بروفايد بنفيشال رول ان كوتشينج ذا بيشنت اباوت ذا دوز ديليفر فروم ذا ام دي اي اند دراي باودر انهيل. وي ريكومند ان الاد اون ديفايس ديت تو بي ادد للكونتينوس كاونتلنج، وكمان الكونتينوس كاونتلنج از ماتش از بوسيبل، بمعنى ايه؟ كل صيدلي يجي له بيشنت عنده ام دي اي يحاول يشوف الانهيليشن تكنيك بتاعه ويعرفه الانهيليشن تكنيك البروبر في الموضوع. وي ريكومند كمان في ريكومنديشن عملناه حوالي سنة 2014 2018 ان الكانستر المكان البيس بتاع الاكتيويتر بتاع الام دي اي يتعدل ويبقى فيه صفاره صغيره كده لما البيشن يعود الصفاره تبقى تشتغل، لما العيش البيشن يعود ان الصفاره تبقى مش شغاله يقفلها بطريقه معينه.
الاكتيفيتر ده اقترحنا انه يتعدل بحيث انه يبقى على طول ديتكتد، مش محتاجين نحط ديفايسز زي الديفايسز اللي موجوده. لا، ده الاكتيفيتر نفسه بتاع الام دي اي هو اساسا في الموضوع ده. بعد ما عملنا الاختراع في 2018، شركه كليمن كلارك بدات تعمل حاجه اسمها انتون، اللي هو اكتيفيتر مختلف عن الاكتيفيتر الطبيعي بتاع الميتر دوز انهيلر، وهيعمل ريبليسمنت تقريبا شركة او شركتين من الانترناشنال بيفكروا انهم ياخدوا الاكتيفيتر ده منهم. تالت فاكتور بنشتغل عليه فاكتور افكتنج ايروسول دريفري فروم دراي باودر انهيلر. بمعنى ايه؟ الدراي باودر انهيلر فيها حاجة مختلفة عن كلهم، مختلفين في التكنيك، بس الفكرة ان في اساسيات ثلاثة لازم يبقوا موجودين عندهم: انهيليشن فلو سريع جدا، انهيليشن فوليوم عالي جدا وكبير، نمبر اوف انهيليشن. دي حته بتاعتنا بقى جديده في الموضوع. الاثنين دول الاولانيين اللي هو الانهيليشن فلو الانهيليشن فوليوم موجودين اوريدي في البروشور بتاع الدراي باودر انهيلر، وكمان في البامبلت ان البيشنت انهيل فاست اند ديب از بوسيبل. طيب احنا قلنا طب ما تيجي نجرب لعبه جديده، ان الدوز بتاعت الدراي باودر انهيلر بدل ما ياخدها البيشنت على مره واحده وعنده وقت ياخدها على مره كمان، ايه المشكله؟ نفس الدوز بتاعتنا. فقلنا نلعب الموضوع مع التيرب هيلر والديسكس والايرو لايزر. قلنا هنعمله ازاي؟ هنعمل انهيليشن سلو اند فاست، وانهيليشن لارج فوليوم، ديب انهيليشن اند سمول انهيليشن، بمعنى ان 2 لتر مثلا انهيليشن، وانهيليشن فول انهيليشن عن طريق 4 لتر. وقلنا نقارن ما بين السي او بي دي بيشنت والسبجكت الطبيعيين على الثلاثه ديفايسز دول، وقلنا نقارن كمان ما بين 1 انهيليشن و 2 انهيليشن على سلو والفاست، وعلى كمان اللارج فوليوم والسمول فوليوم. لقينا ان الايروسول دليفري بيزيد بزياده الانهيليشن فلو، وكمان بيزيد بزياده الانهيليشن فوليوم بتاعي. طيب كويس، معنى كده ايه؟ ان التو فاكتور دول زي ما قلنا انهم افكتنج الموضوع فعلا. طيب قلنا مع الفاست والسلو انهيليشن دوت، وكمان اللارج فوليوم والسمول فوليوم، هنجرب تو انهيليشن على اللارج على الفاست، وتو انهيليشن على السلو، وتو انهيليشن على اللارج فوليوم، وتو انهيليشن على السمول فوليوم. لقينا التو انهيليشن لغت الفاكتور بتاعتنا دي بتاعت الانهيليشن فلو العالي المطلوبه، وكمان الانهيليشن فوليوم العالي المطلوب. بمعنى ان البيشن بتاعي لو خد الدوز على مره وبعدين استنى شويه صغيرين وخد كمان الدوز تاني من نفس الدوز اللي هو عاملها في الدراي باودر انهيلر، الدليفري هيزيد وزاد فعلا في الثلاثه ديفايس. سو الريكومنديشن بتاعتنا ان البيشن انفورميشن ليفلت بتاعت الدراي باودر انهيلر زود على inhale as deep as hard as possible، should recommend كمان inhaling twice when taking each dose، يعني كل دوز تاخدها على مرتين. ليه؟ لان ده بيزود delivery لللونج، وكمان بيزود delivery للبيشنت بتاعي. طب حلو، الدي بي اي اصلا دراي باودر انهيلر نوت ريكومندد في تشيلدرن والالدرلي والسي او بي دي، inhaling twice can be used مع الثلاثه دول كمان. اخر حاجه في الدرايف في الميتر دوز انهيلر والدراي باودر انهيلر، ان شركه جي اس كي بعد الشغل اللي اشتغلناه ده هوت بعتت لنا الالابتا قبل ما يجي مصر اصلا، هو جه مصر قريب 2017، بعتت لنا الالابتا وقلنا ايه يعني، جربوا لنا موضوع التو انهيليشن والوان انهيليشن واللفه دي كلها، ونشرنا على الكلام ده 4 بيبر كانوا موجودين اوريدي الحمد لله. بالنسبة للكورونا، من أول ما بدأت الكورونا بدأنا نلعب بقى اللعب بتاع الكورونا عشان نساعد الناس في التريتمنت بتاعة الموضوع، نحاول تو أد أن إنبوت في موضوع الكورونا ده. فنشرنا حوالي 20 بيبر في الموضوع، وعملنا باترن أساسا للكورونا من أول ما تبدأ لحد ما تنتهي إزاي. وسبحان الله فعلا الحمد لله الباترن بتاعنا ده فعلا هو اللي نتج أو اللي خطوات بتاعته. يعني قلنا إيه؟ قلنا إن التفكير الطبيعي لكل بانديميك إن أول ليفل بتاع البانديميك بيبقى سيفير جدا، والبيشنت بتاعي معظم في حالات كتيرة بتموت، لكن بعد كده بيحصل ميوتيشن للبيشنت للفيروس بتاعي، فبيقلل السيفيريتي بتاعت الفيروس بس بيزود الانتشار، بحيث ان كل الناس يسيبها الكورونا ويجي لها البانديميك نفسها، وينتج عندها اميونيتي موجودة عند الناس كلها، و بس الحاله ما تبقاش سيفير قوي زي الحاله الاولانيه. وده فعلا اللي حصل، لدرجه ان في الوقت الحالي الناس بيجي لها كورونا مره او مرتين او ثلاث مرات في الشهر، وده يعني واضح وصريح. فاحنا بنقترح كمان، وده اللي اقترحناه من 20 بيبر بتاعتنا، واتنين كتاب، اتنين بوك شابتر،
ان فعلا معظم البندمج بتبدا سيفير جدا، بعد كده بيحصل ميوتيشن، السيفيريتي بتقل والسبريدابيلتي بتزيد، فينتج عن السبريدابيلتي بيزيد ان معظم الناس تاخد اميونيتي، بس خلاص بقى الحاله بقت اسهل شويه، عدد الوفيات بتقل لحد ما تنتهي البانديميك ويبقى الدور زيه زي الكومن كولد او اقل كمان. شاركنا في كذا حاجه في الموضوع دوت كمان، شاركنا كان المين area of expertise بتاعتنا بتاعت الايروسول ديليفري، سمحت لنا ان احنا نتعامل مع حوالي 33 انترناشونال جروبس عن البانديميك دهيت، ونساعد فيها في الموضوع، وكمان ندي محاضرات سبيشالي عن البيست ايروسول ديليفري تكنيك في كوفيد بيشن والحاجات دي هي. اخر حاجه قبل الكتاب الميتا اناليسز والسيستميك ريفيو، من حوالي 2019 بدانا نفكر بقى احنا كبرنا بقى باعة موجود في الساينس، عايزين تشير الساينتفك نولج اللي موجودة عندنا دهيت مع الناس التانية، فبدأنا نعمل ريفيو ارتكل، وكمان اتعلمنا الميتا اناليسز ازاي نعملها والسيستميك ريفيو، فبدأنا ننشر حوالي 10 تقريبا ريفيو ارتكل، وحوالي حاجة فوق 20 25 او 27 ميتا اناليسز و10 ريفيو ارتكل و3 بوك شابتر، وفي الرابع كمان نازل دلوقتي قريب. دول كان فكرتنا ان احنا من 2019 كبرنا بقى نعلم الناس زي ما احنا اتعلمنا، بحيث ان النولج بتاعتنا تزيد وتوسع للناس التانية. وكمان احلى حاجة عملناها ان احنا عملنا كتاب اسمه Essential for Aerosol Therapy in Critically Ill Patients، ال URL بتاعه هو الكتاب عندنا هو موجود، وصلنا من كل اوسر من الاربعه اللي موجودين، 3 من القسم عندنا وانا اللي معاهم، كل اوسر اتبعت له الكتاب، وكتاب في منتهى الجمال الحمد والشكر له، ونسبيا اول كتاب يتكلم عن الموضوع ده. مفيش كتاب قبل كده اتكلم عن الموضوع ده نهائي، ريليس في نوفمبر، ويعتبر جايد لاين لان احنا مش لاقيين جايد لاين للايروسول ديليفري للكريتيكالي ال بيشنت، وقلنا احنا هنعمل احنا الجايد لاين بتاعتنا غير الجايد لاين اللي هم شغالين عليها دلوقتي. ده الكتاب ده فعلا فعلا الحمد والشكر لله من احسن الحاجات اللي عملناها. اخر حاجه عندنا وان شاء الله هتخلص في اخر السنه دي ان شاء الله، احنا شغالين في الوقت الحالي على اول كتاب بايدي مصريه توتالي عن الكلينيكال فارماسي، زي فارماكوثيرابي وكلينيكال فارماسي اند ثيرابيوتيك وابلايد ثيرابيوتيك، احنا بنعمل الكتاب بتاعنا واسمه كلينيكال فارماسي براكتس مين جايد لاين. هو ده اول كتاب مش في مصر بس، اول كتاب في افريقيا واسيا ويمكن اوروبا كمان، لان الثلاث كتب اللي اتكلمت عنهم دلوقتي اللي هم المين جايد لاين معمولين في امريكا. الببلشر بتاعنا احلى حاجه بقى ان الببلشر بتاعنا اصلا اللي هياخد الكتاب بتاعنا ان شاء الله في امريكا، في امريكا، ونعمل كومبيتيشن بقى مع الفارماكوثيرابي والحاجات التانيه دي، طبعا بهزر مفيش مقارنه. الكتاب ان شاء الله هيخلص في 12 2022، هنخلص كتابته وبعد كده هيعملوا له بروفينج، وربنا يسهل على نص السنه اللي جايه يكون نزل في السوق available للناس. من كتر الشغل في الايروسول والريسبيراتوري، دي كفر بيج بتاعت الايشو الاولاني من الفوليوم الخامس بتاع جورنال اوف يوروبيان جورنال اوف ريسبيرولوجي 2015. البيكتشر ديت انا حاسس انها غلط. ليه حاسس انها غلط؟ لان الشغل ده كله مش بتاعي، الكريدت المفروض يروح للناس الصغيره اللي معايا دلوقتي. يعني انا دلوقتي حوالي بقالنا 12 سنه ديبارتمنت فيها 22 يونج، وده في واحد كمان لسه جاي بقينا 23 يونج، واحد عجوز في النص بيساعد، لكن الاصل والشغل كله راجع للناس اللي شغاله معاه. ده اليو ار ال بتاعنا كمان للشغل بتاعنا، لو حد حابب يشتغل معانا كيو ار كود بيوصلكوا للبيج على طول، وفي الايميل وفي التليفون وفي كل حاجات، لو حد حابب يشتغل معانا في اي حاجه تحت امره احنا بيأمر، مفيش اي مشاكل معاه. شكرا يا جماعة، ألف شكر، السلام عليكم.